هنا مشاهدينا الكرام، رغم مجازر الدم، رغم الأوجاع والآلام والنزوح، لكن أطفالنا بحاجة إلى الأمل، بحاجة إلى رسم الابتسامة، بحاجة إلى الترفيه. هنا يصنعون رسالتهم بأنفسهم، وإن كانوا بحاجة إلى معاني الحياة، هذه هي البراءة وهذه هي الإنسانية والرسالة التي يريدون إيصالها. طب يلا 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 نلعب يا الله يلا نلعب يا الله يلا نسقف يا الله يلا نسقف يا الله يلا ننط يا الله يلا ننط يا الله يلا ندور يا الله يلا ندور يا الله. طب معي بصوت عالي يا اولاد حارتنا يا اخذوا طابتنا يا طابتنا الطير يا صوب العصافير يا بدنا نعيش